مرحبا بكم في الحد الرياضي، طبعا في متابعه للبطوله الدرجه المحترفه لكره القدم، اضافه لفقرات اخرى تتابعوهم في حصتنا الليله. رحب بالضيوف كابتن، مرحبا بك. مرحبا بك رازق. اهلا بك كابتن جلال القادري مدرب شبيبه القيروانيه، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا رازق. مراد الزغيدي، اهلا بك. مراد فهمي البرهومي. نمشيو مباشره مع عناوين الحصه والطبق الرياضي لهذه الليله. يلا، رغم فوز النجم والافريقي، الترجي يحافظ على فارق النقاط، ومباراه المنستير تتوقف بقرار من الحكم بعد استحاله استكمال حسب ما جاء في ورقه المقابله. وفي اسفل الترتيب 3 هزائم للفرق المعنيه بتفادي النزول. الجلسة العامة الخارقة للعادة الإفريقي انعقدت البارح، وأهم القرارات مواصلة الهيئة التسييرية مهامها لآخر الموسم، رفض التقرير المالي وتقديم شكاية جزائية بالهيئة المديرة السابقة. وبطولة الرابطة الثانية تدخل مرحلتها الأخيرة، 6 فرق يلعبوا مرحلة البلاي أوف. الأولمبي البيجي الحائز على كأس تونس مرتين 93 و2010 وكأس السوبر 95 ينزل للرابطة الثالثة بعد 36 سنة. طبعا بعد نحكيو شويه على الرابطه الثانيه كابتن، الاولمبي البيجي في الرابطه الثالثه. والله شو الفرق اللي عطاو برشا برشا القدم التونسيه. سؤال محير، اين انديه الشمال الغربي؟ انا نلت الشرف ودربت الاولمبي البيجي. دربتها انت؟ وي، في اعز اوقاتها. صحيح. في اداره مستوى عالي الله يرحمهم الكل، معناها سي فوزي سي الله يرحمه. تبقى معناها شو، خلينا نقولوا سيت اون كريز انونسي. به، ومن بعد اعطينا اكثر تفاصيل. باهي باهي برشا. لكن نبداو بملك الجزيري اللي ما قصرش في دورة سوق دبي المفتوحة، اللي خاطر ثم دورة دبي المفتوحة وهذه دورة سوق دبي المفتوحة، لكن ما قصرش ملك الجزيري، حق مسيرة مشرفة، ربح ديميتروف اللي هو المصنف الرابع هكا، المصنف الرابع عالميا واللي كان تيدو سيري نيميرو 1 في في الدورة هذه. تنجم تقول من اهم النتائج اللي حققها مالك في الباركور نتاعو بالتغلب على ديميتروف، اضافه انه معنا ديميتروف باش تلعب ضده ديما صعيب، منافس يقولوا في التنس كورياس معناه يتعبك وكل. واصل من بعد ترشح زاد للدور الثاني وربح كيف كيف، معناها تسيبرياس اللي هو ماهوش سهل انك تربحه. رينا مالك الجزيري على السيرفاس، على الارضيه اللي حبذها الاكثر، اللي هي ارضيه فيها نوع من السرعه، خاطر تعرف احنا في تونس ساعات كي نشوفوه مالك نستغربوا شويه نتائجه على التير باتيو، معناها مثلا في رولان جاروس، خاطر احنا نعتبروا انه اللي يلعب في تونس لازم يكون ولد الارضيه هذيك، لكن مالك جزيري الارضيه اللي حبذها هي هذيا اللي قاعدين نشوفوا في الصور نتاعها، خصوصا الجيل الاخير من الجينيراسيون هذيا اللي فيها نوع من السرعه. ما نساوش حاجه، مالك عمره 34 سنه، ومن الوجوه العالميه القليله اللي وصل لقمة العطاء نتاعو بعد مسيرة طويلة. مالك ممكن بدا مخر شوية لأنه لقى صعوبة يتكون روحه بروحه، لقى دي سبونسور، لقى ناس وقفت معاه، ووصل للتوب نتاعو، رجع داير توا لل 180 المركز الأول. مفخرة كبيرة بالنسبة للتنس التونسي، هذه القاطرة نتاع التنس التونسي. إن شاء الله نشوفوه مالك في دور تونس المفتوحة. ان شاء الله هو توا مشى للصين، عنده مشى للصين دورة في دورة زادة ينجم يحقق فيها مفاجأة. ان شاء الله يبلغ ادوار متقدمة كذلك في هذه الدورة طبعا الجديدة اللي في الصين. وبرافو حقيقة الملك الجزيري برغم الصعوبات الكل، قداش مرة كان ضيفنا في البلاتو ولا من خلال طبعا مداخلة مباشرة، وكان في الحقيقة يتحدى الصعوبات الكل، خاصة على المستوى المادي ومن على مستوى سلطة الإشراف، وديما يقول أنه عنده مشاكل برشا. نجم نعطي مثال حقيقة برافو، مثال لرياضي معناها متألق، قوس صغير بسرعة. مالك الفلوس اللي دخلها يصرفها على لونكادرومون نتاعو، مالك ياخو احسن اوستيوبات يعطيه، ياخو احسن بريباراتور فيزيك ينحي من الارباح نتاعو باش يكون عنده طاقم فني، وهذاك سر النجاح ما فيهاش حاجه. يلا نمشيو للتكتيك، فقره غابت عليكم تقريبا جمعتين، ترجع بقوه نجم نقولوا المره هذه مع حسام غراد نضال عروه. يلا جمعتين يتعداو، زمان امير زيتون يتعب شويه بالتنقلات بين استادات وبين مندن، حتى معلوماته ولات فيها وعليها. في ماتش بمبلا وليتوال بعد ترشح النجم امير
ما نساش باش يهني الفائز. شكرا جزيلا خير الدين مضوي، مبروك مجددا للنادي الافريقي. مبروك مجددا للنادي الافريقي. المره هذه نعديوها لك ونحطوها على التعب. بعد هزيمه اولمبيك سيدي بوزيد البارح. ليه عاد؟ اتحاد بن قردين عفوا. يا نهار اسود. ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. في نفس المباراه بتاع الملعب التونسي اولمبيكم اثنين، حتى زميلنا سامي بوعزيز ما كانش في احسن حالاته. المدرب نبيل الكوكي كان جاي مكان محمد الكوكي، وايضا لسعد معمر خذا مكان بالنسبه لي لسعد معمر. قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول الحاجات اللي انت عملت. هو المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع؟ ولا في القروين نهار الخميس وبعد خساره بن قردين كونتر جي اس كا أيمن شندول قبل الهزيمة ورى تفاهم كبير وروح رياضية أكبر. شوف من النهاردة ما فيش حكومة. أما المؤكد اللي بن قردان راهو برجالها، والبلاد اللي برجالها مستحيل تكون في الموسم القادم في الرابطة المحترفة الثانية. أنا الحكومة. ظهري ميساج واضح وصريح. أنا الحكومة. بنواصل مع نتائج دوري جميل لهالأسبوع. عبد القادر الوسلاتي بيفوز على الفيحة 3-2. ابن عمر جدة يسحق التعاون 5-1. في دربي بن زرت شباب بن مصطفى يفوز بثلاثية نظيفة على عكايشي جدة. أحمر الدمام يفوز على السيفة كنزاري النفط المدينة 3-2. المطلوثي يخسر على أرضه قدام القادسية 4-3. الهلال والفيصل ما يهمه. وأخيرا ساس الرياض بيهزم الرايد 4-3. صباح الخير. وتوا نخدمه بأغنية الموسم في السعودية، يا عكايش يقول لي ليش، قول لي ليش، قول لي ليش. يا عكايش يقول لي ليش، قول لي ليش، قول لي ليش. يا عكايش يقول لي ليش، قول لي ليش، قول لي ليش. حتى عكايش مرة يقهر مرة. إيش عكايش يبغى أكثر من كذا؟ الله يخليك، انا ابغاك تهدي، انت تلعب معايا ولا قاعد تلعب ضدي؟ الجمهور خلاص، يعني الجمهور مل من العكاش، كل مباراه ينزل الملعب ويضيع. حرام عليك والله حرام عليك، سيبنا يا شيخ الله يستر عليك. دام عكاش يلعب ما في امل. عارف ليش؟ قول لي، قول لي ليش، قول لي ليش. يا عكاش بالله بالله، قول لي ليش، قول لي ليش. يا ربح من السوق عمال. وإن شاء الله يصير التواصل على الحساب بتاعي. طبعا ديما ناخذوها بكل روح رياضية، ما بالحق العكيشي معناها نحبوه برشا، يصير برشا معناها أنه قلب هجوم يتعدى فترة فراغ. صاروا كافاني في البي اس جي، وشنو كريم بنزيما اللي صار فيه، بنزيما إلى غير ذلك. عصام جمعة زادة فيه عصام جمعة هذاك، حاملة كبيرة توا في 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 جدة معناها على أحمد العكيشي. على كل حال احنا مساندين وهم معناها معاه، ومش خاطر عندنا هذية معلومة، لكن مع العكيشي طبعا، وإن شاء الله ما يتأثرش برشا، خاطر وليت حكاية بسيكولوجية معناها. هدفين كل هو ديما معروف، الهدف ديما مستهدف، لأنه ديما يقولها وإذا يعرف خال وقت وسط الميدان يضيع، حتى حد ما يفتن به. وقت المهاجم يضيع، الناس الكل معناها تتفاعل مع إذاعة الفرصة دي. كي نتصور أزمة وستنفرج، كان يسجل تو يرجع، وغاد يسجل ساعة يسجل أهداف، وسنسهم برشا، مسنسهم ليه، هو خد سنسهم يسجل برشا هدف. ولا هذاكش عليش به. بعد كابتن مش نعدي لك حتى للسادة المشاهدين صورة من مباراة في الرابطة الثانية، ونخليك بعد تعلق عليها. مش توا توا بعد نعديها لك، ونخليها شوية سسبانس. نمشيو توا مع المباراة الأولى، دارت في صفاق جامعة نادي الصفاقسي بالنجم الساحلي محمد علي الهداجي، مهدي قاسم، عمر مالك، مفيد الزواغي، وبسام الغريش. قمة نهار الخميس بين السي اس اس والإتوال، الرهان فيها كان مشترك بين زوج فرق، وهو تعزيز المكان في الترتيب اللي يسمح بالمشاركة في الشامبيونز ليغ. الإتوال دخلت الماتش لتأكيد سلسلة تعتبر إيجابية مع مضوي، في حين غازي الغراري في أول اختبار ليه في البطولة مع السي اس اس جاء من أجل إيقاف فترة الفراغ اللي تعدى بها فريقه في الجولة الأخيرة.
الدخله كانت موجوده في فيراج البيانكونيرو، والسي اس اس عاد شوط اول محترم ظهر فيه نيتو في الفوز بنقاط المباراه، لكنه ضيع في اكثر من مناسبه وما عرفش يتعامل مع الكره في فتره اخرى. المشكله نتاعنا يعني نوصلوا القدام ونختاروا الشوا الغلط، ان شاء الله بالونترينمون بالخدمه بكل شيء ان شاء الله يعني نصلحوا. مقابل هذا النجم كان واقف مليح وعرف يخرج دون اضرار بوقفه دفاعيه وتكتيكيه. نعرفوا اللي النجم الساحلي مش يعطينا مساحات، هذاك علاش لازمنا احنا نحركوا هال البلوك هذايا ونخلقوا معناتها نخلقوا مساحات باش نجموا نلعبوا فيها وباش نجموا ندرجوا بها. ليتوال كشفت على الهدف اللي جات على خاطره الصفاقس في الشوط الثاني نتاع الماتش، وهجوميا كانت اكثر ناجعه، وحتى كيما لقات طريق الشبكه عن طريق مهاجمها امين شرميتي، لقات المدافع الهدف عمار جمال اللي رجع للتسجيل ومارك هدف في اسوء 3 نقاط تخلي فريقه يحافظ على مركزه الثاني في البطوله. مركاني ولا الاحمر ولا اليوم 3 نقاط اليوم ما كانوا سهلين قدام منافس نعرفوه، منافس مباشر على المرتبه الثانيه. جينا لصفاقس اليوم نعرف الملعب صعيب، نعرف المقابله مش تكون سهله، هذاك علاش يظل لي اهم حاجه تفهمنا معناها اذا ما ربحناش ما نخسروش. ردت فعل السي اس اس بعد البونتو ما جابتش جديد وما لقاش الطريق الصحيح باش يرجع في الطرح، رغم التغييرات اللي عملهم غازي الغراري ورغم بعض الفرص اللي لقات قدامها دفاع الاتوال واشرف كرير موجودين. اللي يشوف المباراة يقول نادي صفاقس ما يسحقش الهزيمة، معناها على مجريات المباراة على الشوط الأول على حجم الفرص واللعب، لكن وقت تخسر بالكيفية هذه تتوجع، وأكيد أنه خسارة مرة وقاسية، ونتأسفوا لجماهيرنا الكبيرة اللي جات. ثم الزهر الحقيقة معناها كشفت اليوم معناها كرة تحت سايديه تدخل ما تدخلش، الله غالب إن شاء الله الماتشات الجاية تمشي معنا وكاو. ثلاثة نقاط خسرهم من نادي صفاقس على ميدان وخلات ليتوال تولي تبعد عليه في الترتيب بخمسة نقاط. يعني الماتشات اللي قاعدوا كل سيس ولا سيت ماتش باش نحسبوهم كل ماتشات كوب. يعني كل ماتش بدمه، إن شاء الله يعني نوصلوا ونحبوا احنا ونفرحوا جمهورنا إن شاء الله. في المقابل ليتوال تفقر رياضيا ومباراة الذهاب قبل مواجهة النادي الإفريقي في حوار المنافسة على المركز الثاني. هذا فينال الأول، زال فينال الثاني كونتر كلوب أفريكان في سوسة، ماتش الجاي إن شاء الله كي نربحو نتهناو على الزين بلاس، وعلاش ليه نطمعو في الشامبيونا، مازال كل شيء مازالو برشا ماتشات مازال ما تلعب شيء، إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله. من جهة أخرى مضوي يحقق حتى التوا مسيرة فيها 6 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة قبل فترة باش يلعب فيها الفريق على أكثر من وجه. لو بيلون ما نقدروش نعملوه الحين، ننتظروا لأنه فيه مباريات مهمة، راح يوم الثلاثاء عندنا كأس ربيعة أبطال إفريقيا، عندنا بعدها النادي الإفريقي في سوسة، نظن يمكن نعمل تقييم بعد كل هذه المباريات الهامة ونشوف ونظن المستوى نتاعنا والمردود اللي لحق ليه الفريق بعد كل المباريات اللي تتبقى. اللي نخرجوا به واللي يبقى من القمة الكلاسيكية بين السي اس اس والإتوال وبخلاف النتيجة هو أنه على عكس الموسم الفارط تعدى من غير احتجاجات ومن غير أحداث جانبية لا في المدارج ولا على الميدان. جي للملعب يفرحوا بيك، للجمهور يجي رئيس النادي حتى كان خسر يجيك للفستيير ويبارك لك وبقلب طيب وبنية صافي، والعكس بالعكس، كان ربحت اليوم كلوب ساكسيان أنا كنت مش نتحول ونبارك لهم. اللي نحب نقوله أكثر من لعبة أنه اليوم التحكيم هاك شفت أغلاط مقبولة، وقت اللي تبدأ النية صافية هذا اللي نحب عليها، ما حشناش بحد شيء آخر. به هذا كان الملخص المباراة كما قال محمد علي، معناها اللي يقعد اللي أهم من كل شيء هي اللقطة هذه اللي تعدت في آخر الفيتير، هذه هي أحسن لقطة. النجم الرياضي الساحلي منتصر في ملعب الطيب مهيري في صفاقس، والملاعبين نتاعو يحتفلوا مع البعض من الجماهير اللي تحولوا لصفاقس، هذه أحسن لقطة في المباراة. ما خلينا من النتيجة وخلينا من اللي صار وتصريح نتاع رضا شرف الدين في اخر المباراه، به معناها فيه برشا ايجابيات، وان شاء الله ديما نراو هكا مقابلتنا ورساله واضحه منه رضا شرف الدين. صحيح. كي يحكي على التحكيم سورتو ننساوش المقابله الشهيره نتاع عملاو اللي صار فيها من رئيس النادي صفاقس السيد منصف خميخ بالضبط عندها عام، يعني نحي عام بالضبط نفس التاريخ ديجا نفس الحكايه
شتينا بين عمليه والوسنيه وهذه حاجه باهيه. ان شاء الله مش على خاطر مثلا نادي صفاقسي والنجم الساحلي متفقين على نوع محاربه منظومه الفساد في البطوله حسب ما راهو موما رينا الوئام هذا والالتفاف هذا. ان شاء الله هذا ما يكونش ظرفي، ان شاء الله هذا بالحق كما قال السيد رضا شرف الدين وقال حتى السيد مصطفى خميخم، هذه صفحه جديده في تاريخ الانديه الزوز. نعرفوا ثم علاقه نسب، ثم تاريخ، ثم برشا اشياء بين السي اس اس والنجم الذي الساحلي. ان شاء الله هذا معناها بالحق تكون بدايه نقطه على قاعده مش امور ظرفيه وامور نتاع تهدئه خاطر ونتاع حسابات ضد الغير. كابتن شو تقول انت؟ والله نقول الذي بوادر ايجابيه. شو قعدك من المباراه انت؟ والله قعد لي في المباراه الجو اللي فوق الميدان ساعه الحاجه بين الملاعبيه. ثانيا ان يمشي او معناها نادرا خلينا نقول بكل صراحه رازي ان رئيس جمعيه خاسر يمشي يهني الرابح، يمشي يهني في الفيستير. بوادر جد جد ايجابيه بمعزل عن كل الاشياء اللي صارت. ان شاء الله واحنا نعرفوا رازي اللي الانديه الكبرى هما القاطره في كل شيء، الاخرين يتبعوهم. واتمنى ان هذه البادره عندها ان سويت كما قال فهمي، معناها ما نشوفوش الكوتي الاخر، خلينا نركزوا على العقليه الرياضيه وليست الروح الرياضيه، العقليه الاحترافيه وليست الروح. الروح طلعت روح فوق الكره انتهى ما عاد ما روح. شما اضافه على اللي ذوليت كل شيء قال تقريبا كره كرويا هذيك فما ما يتحكي معناها البصمه نتاع ماضوي بدات تظهر على على النجم، والنجم رجع اليوم خلينا نقولوا تحسوا انه يعرف وين قاعد يمشي. ما لعبش مقابله كبيره وراء ليتوال في صفاقس، ونجم حتى نقولوا نجم نقول لك واقعي اكثر النجم، ولا نجم تقول ما يلعب ثلاثه نقاط ولا ما على عكس مباراه الترجي في رادس ويلعب مقابله محترمه جدا ويظهر لي مقابله ومباراه نجم يبني عليها. مباراه صفاقس عموما كان محظوظ نجم، معناها يبدو لي نتيجه التعادل كانوا في الماتش متعادل ما كناش نقولوا انه في ظلم، ولكن تحسوا انه الفريق استرجع الثقه. والفرق حاجتين حسب رايي بين النجم ونادي صفاقس، اولا الملاعبين عندهم ثقه في روحهم، وثانيا رجع الطموح للنجم. اللي يظهر لي هو العنصر الناقص لملاعبيه نادي صفاقسي. النجم اليوم تحسوا انه ملاعبيه يعطوا احترام شربه، نادي صفاقسي تحسوا انه ملاعبيه بون عموما ما نقولش راضين بالمرتبه نتاعهم، ولكن ما تحسش كل جرينتا كل كيفي لا ديفيرونس لاخر لحظه، وانه الملاعبي مش يعطي 100% يعطي 105% 106%. تتفكرها الكلمه نتاع روجي لومير ديباسمون دو فونكسيون. عند ليتوال ماتشوات الاخرانيين فما ديباسمون دو فونكسيون، عند نادي صفاقسي فما نوع من ال هكا نفس معناها سامحني ديباسمون دو فونكسيون مش تاع لومير. لا لا 1953 سوسو لي انغروا اللي جابوا ديباسمون دو فونكسيون. معناها شو قداش عندها الكلمه؟ ما كنتش مولود وقتها. معناها جات معناها لومير وقتها كي جا لتونس نعرف سيتي ليكول انغرواز كانت اكثر من ليكول بريزيليان. معناها كيفاش جابوا عملوا لا بيرميتاسيون وقالوا ملاعبي ما يزموش يكون محصور في رول. دونك معناها وذاك هو اللي عمل قوه لو فوتبول انغروا. ورازي ثم رقم زاد مهم من جمهور السي اس اس، كونه السي اس اس قوته على ارضيه ميدانه معناها اول مره يخسر من اربع سنين، معناها هذه الحاجه اللي ممكن تفاجئ شويه. السي اس اس معناها قوته على ميدانه. نادي صفاقسي الحقيقه عنده اربع ماتشات في البطوله ما سجل حتى هدف، لكنه قاعد يسجل في مقابله الكاس، مسجل خمسه بونتو، اربعه ضد بنقردان والهدف ضد الاتحاد المنستيري. هنا يطرح سؤال علاش في البطوله يسجلوا في البطوله ما يسجلش في الكوب يسجل، بورتون عنده ايدو عنده ندوي. سؤال علاش تم ابعاد فراس شوات. بالمقابل اول بونتو يقبلوا الدفاع تاع نادي صفاقسي من تقريبا خمسه ماتشات ما قبل حتى بونتو، هذه حاجه باهيه سورتو كيرينا هنيدو مريح في اللاك سنترال. هذوما حاجات اللي يبني عليهم السي اس اس، لكن نتصور خسر نقاط وقاعد يواصل فيها في النزيف تاع النقاط هذه. جوست حاجه اخرى ليتوال ربحت السي اس اس عندها مده ما ربحتش، ثلاث سنين ما ربحتش نادي صفاقسي. حاجه اخرى نحس انه مضوي فهم شويه البطوله التونسيه، انك كي تبدا في مقابلات لازمك تربحهم، كي تبدا ماخذ الاسباقيه لازم تحافظ على الاسباقيه نتاعك. هذين ما عملوش ماتش الترجي كان متقدم، من بعد رجع عليه الترجي وفاز عليه. هي ضروره المرحله هي اللي اقتضت ان ليتوال تلعب هكاكا، خاطر هي عارفه مسبقا النتيجه تاع الافريقي، عرفت؟ دونك معناها زاد مدرب تاع النجم الرياضي الساحلي عنده مده معناها تاقلم مع الاجواء. خلينا نشوفوا مع جليل، حسب رايك انت شنو اللي بدل ماضوي في النجم الرياضي الساحلي؟ نختم معك انت.
بون اول حاجه لازمنا ناكدوا اليوم اللي ليتوال ربح المباراه لازمها تربح عكس سي اس اس كيف نشوفوا قبل الماتش كانوا 2 بوين ديكار ولونجو على الدوزيام بلاس اللي هي معناتها ترشح للبوديوم برسك نسميها هنا في نفس القيمه نتاع الشامبيونات باش تلعب تشامبيونز ليغ دونك سي اس اس ما عرفش كيفاش يتعامل مع المباراه تاعو خسر المباراه ما نحكيش فنيا لكن على الاقل على مستوى النقاط مباراه ما كانش يلزمه يخسرها صحيح. بالنسبه لمضوي يظهر لي اليوم كيف نشوفوا البيلون جوسكا بريزون يقدم فيه نتائج ممتازه الحاجه اللي عملها مضوي كونه حسينا اليوم ليتوال اكثر استقرار اكثر ستابيليتي ما ثماش برشا شومباردمون حتى في اللي شوا نتاعو دو جوور بري من ماتش لماتش بدا يلقى في ليتا ديكيليبر وشفنا نزيد ناكد كلام مراد كونه ليتوال تحس حتى او نيفو دي جوور كيف تشوف توا لي ديكلاراسيون لامبيونس اللي ايكيب دخلت في ديناميك تاع فيكتوار ودخلت فيه معناتها عارفين رواحهم بالضبط وين يحبوا يمشيوا. بالله يا رازي دقيقة خلينا نكمل شوية. تفضل. حبيت تقول على كلوس اكسيان راهو على 21 نقطة جابت 6 نقاط. سجلت في 6 مباريات هدف خارج القواعد ضد شبيبة القيروانية تيم بواحد. معناها باش يوريك. وهذه نقطة استفهام كبرى. نقطة استفهام كبرى معناها كمثال الحساب ما عندكش فكرة. معناها باستثناء الأربع أهداف اللي سجلتهم ضد الملعب التونسي، كان تجي تشوف معناها افتقار كبير، ما فماش تهديف، معناها بالرغم سي لو بارادوكس كلو ساكسيان، الشيء اللي موجود والنتيجة المقابلها، نقطة استفهام كبيرة. صحيح. به قاعدين نشوفوا في الجماهير النجم وجماهير النادي الصفاقسي اللي فان ديما تبعثوا لنا على صفحتنا في التواصل الاجتماعي فيسبوك ميمكم ديمانش اسبور تبارك الله يسلونا الاف الصور مش باش نعديهم الكل لكن حالو نعديو اكثر ما يمكن الجمعه الجايه كيف كيف من توا تنجموا تبعثوا صور لأحباء النادي الافريقي وكذلك النجم الرياضي الساحلي لكن توا باش نمشيو مع فقره ديبلاسي مع جمعيتي اللي تمنه لكم توتال المره هذه كانت في صفاقس مرحبا بكم في عاصمة الجنوب صفاقس اليوم نحن في توتال قرطبة كيلومتر 11 طريق تونس ساقيت الزيت باش نعملوا ديبلاسمون حتى لطيب المهيري ومش نتفرجوا في كلاسيكو البطولة التونسية ما بين ليتوال والسي اس اس هذاك علاش معنا هيكل المندية معنا سورتو لي دو غانيون تاعنا عمر ومنصور باش نفرحوا لهم بكهربتهم لافاج فيدونج بلان ديسونس نعملوا قهوة في راحتنا وبعد نديبلاسيو لطيب المهيري مرحبا بكم في ليستاسيون توتال اون ايكيب ديكسبير على ذمتكم باش تعملوا فيدونج بزيوت توتال كوارتز اللي يناسبوا كرهبتك تعملوا لافاج في توتال واش وتتفقدوا البريسيون تاع لاجيلي على خاطر ان سوغون فلاش دي بنو يتسبب في زياده في الكونسوماسيون احلى ذكريات ديما تقعد لي معناتها اللي هي اول تيتر خديته مع النادي الصفاقس البطوله العربيه وسيتي معناتها 2003 2004 كانت عندنا جينيراسيون كبيره برشا معناتها جينيراسيون بريس خدينا فيها تيتروات معناتها خدينا بطوله عربيه وكاس تونس زاد حاجه اخرى معناتها تقعد ديما في الذاكره اللي هي اول هدف معايا مع المنتخب التونسي سيتي كونتر مالاوي معناتها في تونس 2005 كاس العالم للقارات كونتر الارجنتين وانا كنت مغرم برشا معناتها في ليبوك هذاك كان فما جوار بابلو ايمار لعبنا الماتش نستنى في بابلو ايمار معناتها باش نبدل انا المريور ما لقيتوش الراجل معناتها بارامون دخل في السير هو بدل كل شيء خذيت ديسيزيون باش نمشي في السير دخلت في السير نتاعهم السلام عليكم الاولاد هزيت المريول نتاعو وعطيته المريول نتاعي وخرجت واحد بلاش للنادي الرياضي شكون جي مركيه؟ علاء الدين مرزوق تصور 3-1 الليبيتور ما عندكش المرزوقي يمكن ان شاء الله اليوم الاولاد يكونوا في نهارهم يكونوا في فورما وماذا بينا ناخذوا تروفوان اليوم ان شاء الله حبي وغرامي اللي كان ليك جميع نهار نقدر نسلم مرسي بوكو توتال على الوقاية الحلوة اللي عدينا مع أخونا هيكل وفورزا سي اس اس كان انت زادة تحب ديبلاسي مع جمعيتك شارك معنا في الباج فيسبوك توتال تونيزي طبعا بمناسبة سبعينات توتال تنجموا تشاركوا في المسابقة الكبرى لتوتال تربحوا 70 مليون كاش المشاركة تكفي أنكم يمشيوا زوز من الناس يكونوا عمركم وبعضكم زوز 70 سنة وتبعثوا اس ام اس على رقم 85 805
مش تدخلوا في القرعة وتربحوا 70 مليون كاش من هداء توتال. نكملوا مع مشكلة كما يقولوا في مدرسة المشاغبين الصنبورة، ولا اسمها الصنبورة ما عادش اسمها الصنبورة هذه نتاع ملعب طيب مهيري في صفاقس، اللي حتى لتوا مازال ما صار حتى شيء بعد الوعود الكل. ونشوفوا وين آخر أخبار الصنبورة هذه اللي مع، ونرجعوا مع مهدي قاسم. منذ سنة 2014 والصنبورة اللامعة معطبة في ملعب الطيب المهيري. تمر الأيام والأشهر والنيابات الخصوصية لبلدية صفاقس والتابلو ما فمش تعهد بأكثر من تاريخ بإنجاز هالمشروع، ولعل آخرها تصريح رئيس النيابة الخصوصية السابق لحصة الأحد الرياضي بتاريخ 21 جانفي 2018. وقت الصبورة تركب الصبورة وصلت توا لفرنسا، باش يخرجوا من هنا من تونس البيرو دو كونترول باش يمشي فهمني ولا يعمل القبول بتاعها، ومن بعد تجي لتونس في غضون الشهر الداخل في شهر فيبري، معناها ال 15 20 يوم الوالا من شهر فيبري تجي. معناها قديه معناها في اخر فيبري تكون حاط تركب ولا في اول مارس وقتيه تقريبا؟ لا ان شاء الله من هنا قبل فيبري فهمني ولا تكون راكب. قبل مارس معناها قبل مارس. اي قلت لك ان شاء الله في شهر فيبري تكون راكب. ولليوم الصبوره ما فماش، ومارينا كان الهيكله المعدنيه في ماتش الكلاسيكو. جمهور صفاقس والنادي الصفاقسي كنا نستناو في الصبورات اللامعين هذوما الزوز، كانت صبوره برتا ولا زوز صبورات. ان شاء الله نروح حتى اشتر صبوره جست نراو سكور ونكملوا العرس تاعنا كل ماتش، نحبوا نشوفوا جمهورنا يكون عنده حق في صبوره اللامعه، ولحد الان مازال ما صار حتى شيء. عندنا مده نسمعوا بالصبوره اللامعه مش ترجع، ما نعرفش علاش ما رجعتش. ان شاء الله ان شاء الله تشوف توصل المسؤولين، وما هيش حاجه نقول معناها كبيره ياسر، استثمار كبير برشا، ان شاء الله تتقد في السيزون هذه ان شاء الله قبل السيزون. نتوجه بنداء السيدة الوزيرة والمسؤولة. أنت مستشار الحكومة عاد ليلك أنت الكلام. أنا مانيش مسؤول على السبورة. قومي مع بعضكم. مع بعضنا صحيح. ما إن شاء الله نبلغ الصوت، وإن شاء الله إن شاء الله من هوني من ما يوفى الموسم كامل تبدأ إن شاء الله تخدم السبورة اللامعة إن شاء الله. فصون المساج هكا اللي ترانزمي بقدرة ربي. والسؤال، إذا عجز بلدية صفاقس على توفير السبورة اللامعة في أي مصير للمدينة الرياضية؟ صحيح، ونحكيه على برشا مشاريع في صفاقس منهم مدينة رياضية. إذا كان الصبورة تاو ثلاثة سنين ومازال ما ثم حتى شيء، تعرف اللي يمشي يتفرج في صفاقس لا يعرف الوقت قديش ولا يعرف السكور وما يعرف حتى شيء، يعني ثم شيء عبارة ملعب هو هو ديجا تعويت تلقى فيه صبور. هو الإشكالية الكبيرة كي تجي تشوف الإشكالية الجوهرية في صفاقس هي إشكالية الملعب تكور، معناه كيفاش ثاني مدينة في تونس القلب هذيك قال باش يعملوا مدينه رياضيه. اي ما قداش هنا نسمعوا بها نعرف من مده طويله، معناها استاد جمعيه كيما سي اس اس ما تنجمش تبيع 9000 تذكره معناها في الماتشات الكبار، معناها سيتون انومالي، معناها حاجه مصدر للغرابه في حد ذاته. دونك الصبوره هي جزء من شيء غريب في مدينه صفاقس. حب نسمع لا استغرب لا استغرب السيد رئيس النيابة الخصوصية كي قال في فيفري تكون موجودة، يظل تو دخلنا في مارس ويحكي معنا مرة أخرى ما عادش هو الكاتب العام. ما أنتو كا ونتذكروا معناها كانت البلاغات وكانوا حتى استنكار حتى البرنامج لحد هذه كيفاش يدخل في موضوع هذا، بالعكس احنا نخدموا في جمهور السي اس اس، هذا مطلب يظل من الجماهير ومن حقها باش تعرف شنو ما فماش ما فماش. إذا كان أنتم ما تنجموش توفروا صبورة كونوا صريحين، ولا فسروا علاش الصبورة معطلة. وصحيح ماهيش مشكلة كبيرة برشا، لكن تعطيل مش باهي. وكمام كما قال لك العضوية المديرة نصر نجاح قال لك معناها حتى اشتر صبوره، معناها الحقيقه مفهمش جدي يتندروا بها الحكايه، معناها نحسوا ما فماش تعامل جدي مع جماهير السي اس اس. الموضوع هذا مره عملوا صبوره في المنزه وقت ما خدمتش، عملوا صبوره كي وشوفوها صغيره بحذا يوم يكريو تو كان جاي يلعبوا كاس افريقيا يمشيوا يكريو. ملاحظه اخرى حتى في سوسه نفس المشكل، حتى في سوسه ما ثمش صبوره في المباريات الكبرى يكريو صبورة، المنزه ما خدمش، المنزه لا فيه لا ضوء لا صبوره، هذاك صبوره بروفيزوار معناها. والله شيء دوخ كيما دوخنا اللقطه اللي بشادوها تو هذه جاتنا من الرابطه الثانيه. او عندك الكابتن هذه مباراه جمعت نهار جمعه من الحمام سوسه بجمعيه ارينا عبد السلام بوحوش، اكيد ثم برشا يعرفوا الملاعبي هذه. شوفوا ايش عمل عبد السلام بوحوش، يتعارك هو واحد من جماهير ارينا حسب ما يقولوا لي، خذا حجره طلع يلوج على المحب اللي لو عارف يمكن سب ولا حاجه، ضربه بالحجره وهبط، وبعد المحب يهز الحجره يعاود يطلع يضرب بها بوحوش
وبحوس يمشي طبعا والحكم يعطيه حمراء يذلي وخرج من ايش قولك كابتن والله ايش قاعد تشوف رغم المباراه تلعب مباراه وين مش اخر مباراه ولا حاجه في وسط المباراه مع ما يحدث انا عندي سؤال خاطر احنا عندنا كان لقطه هذه خويا رازي شو اللي عمل له الحكم حكم على ورقه حمراء خالص اكثر من ورقه حمراء شو عمل له كل حبيت لا لا اكثر من ورقه حمراء يز خاطر هذه تاع معناها تعدى جسد كان بعد زور. بعد الرابطه ولا قاعد ياخذوا قرارات اما ايش قولك في اللقطه هذه جليل ترى ما انا مش باش ندافع على بوحوش على خاطر دربت بوحوش يعرف اللاعب هذا مش دافع مش تبرير كان اي لا مش لين اللقطه ما نجموش نحكيو فيها غير ديسكوتابل اما نحكي لك راهو الي تلمون سامبل ديسبري الوليد هذا سامبل ديسبري ست حجر يطلع يضرب واحد الجمهور والله يا رازي اكثر من اللي تصور مش معناها في راسه معناها في راس الشيء اللي عمله ما نجموش نقبلوه ما نجموش نبروه مانيش نحكي على اللقطه لكن هو على الجوار لازم نعرفوا اللي تاع ديسبري نتاع الملاعب هذا ستان غانيور نرفوزي اكثر من لازم تعدي تقالوا في اعذار جليل ذلي ما مش تفهمني مش سامبل ديسبري يلعب شو انت عبد السلام قداش عمره شو قداش عمره اللقطه ما نحكيوش فيها ابو حوش معناتها ما اون برانسيب ما نعديوها الجمله معناتها تلمو عمره 36 عبد السلام تقريبا تقريب العمر نتاعو في ال 34 35 سنه معناتها بركله شنو صغير كاب بركله معناتها المامورا يدرب معناتها عبد السلام توا هو المفروض يكون قدوه للملاعبيه وعنده من التجربه لعب في عدد الفرق النادي الافريقي توزر خواف القفصه معناها رحاله نتاع معناها المفروض تعطي ليكزامبل صحيح تخمر ونعرفوا المزاج نتاعو عبد السلام لكن ما عنده حتى تبرير واكيد راه يتفرج فينا ونتصور ويندم عليه الموضوع الموضوع للمتابعه يلا نكملوا نكملوا المباريات بعد شويه نستقبلوا سيد احمد البلي رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري نمشي مباشره للمستير مع ملخص مباراه الاتحاد المونستيري ترجي رياضي مع مكي العوني سفيان الوجه هلال المجبري وهشام بن يعلى مباراة الاتحاد المنسيري والترجي نهار الجمعة ما عرفتش نهاية طبيعية مقابلة توقفت قبل وقت القانوني بالتحديد في دقيقة 87 بقرار من الحكم أسامة رزقل لعدم استحالة استكمال المقابلة مرمي المقذوفات من شيرة المساعد الثاني اللي هو من غادي رغم اللي حاول بشي عايت الكابيتان وعايت الرئيس الجمعية ومشاو وحبوا يهديوا الأوضاع وما نجموش دونك استحالة وخطرها دي جيش دي توش يتحملوا مسؤولية كبيرة هيجوا الجمهور كانت علينا فكرة نبهتهم قبل الماتش فهمني ولا قلت لهم نعفوه محاكم نزيه ما نعطاه كل حق حقه أما اليوم معنا لعب مع لدي جيش دي توش عملوا فوتوغراف في البونت ونشوفوه قالوا في التلفزة معنا موش فرجو دي زودر زوجو المستير خلت شنج هذا ما يمنعش التصرف الغير أخلاقي من جمهورنا ما يمنعش نحملوا مسؤولية تصرف جمهورنا ما يمنعش وأن اليوم خرجنا عن نطاق المقابلة ما يمنعش اليوم كيف وأنه مالوريزمون اللي يدير اليوم جمهورنا ساهم قسط كبير في الخسارة متاعنا في الدقائق اللي تلعبت من المقابلة ما شفناش برشا كرة في المقابل شفنا عديد التغييرات في تشكيلة الزوز فرق الاتحاد اللي غاب عليه المانع بن حسين وحمزة حدة للإصابة والترجي المنقوص من الشعليل المشيني للإصابة والذوادي الطالبي وكوم للعقوبة الشيء اللي خلانا نشوفه خليل شمام في المحور ومعها البنيني شمس الدين شاونا في أول ظهور ليه مع الأكبر اليوم أعطينا فرصة لشاونا شكون موجود يعطي صحة قدم الإضافة خليل شمام ما يش أول مرة الشوط الأول ميز اللعب المتقطع مع سيطرة نسبية للترجي واللي طالبوا ملعبيته بضربة جزاء بعد لمس الكرة في وليد الهيشري في دقيقة 21 بعدها هيثم جويني كان مصدر الخطر في أكثر من مناسبة في مرة أولى يصوب فوق العارضة وفي الثانية يعطي كرة ممتازة في ظهر دفاع الاتحاد للخنيسي اللي بيستغلها كما يلزم ويسجل الهدف الوحيد في المقابل
الهدف كان مصدر احتجاجات ملاعبيت وجمهور الاتحاد بدعوى انه مسبوق بتسلل. دقائق من بعد البليلي كان قريب من مضاعفة النتيجة للترجي، لكن مقصيته تصدى له الحارس مكرم لبدي. في الجهة المقابلة الاتحاد اكتفى بزوز هجومات، الاول سجل منه زيادة سوسي هدف لكن الحكم الغاه بداعي التسلل، والثاني تصويبة المصراتي كانت قريبة من المرمى. الشوط الثاني ما بداش في وقته وانطلق بتأخير اكثر من 10 دقائق بسبب رمي المقذوفات من جماهير الاتحاد. الشوط الثاني ما كانش مختلف على الشوط الاول وما كثرت فيه كان تغييرات الزوز مدربين مع بعض الفرص للزوز فرق. الدقيقة 87 وقفت فيها المقابلة مرة أخرى بسبب رمي المقذوفات، ورغم إعلان الحكم الرابع على 4 دقائق وقت بديل، الحكم مسامة رزقلة وبعد مرور أكثر من 5 دقائق قرر إيقاف المباراة بصفة نهائية. مش عادية تنسيون لأنه معناها الاتحاد المنستيري يلعب في مرتبة مشرفة يلعب القدام، دونك مش منطقي اللي صار معناها على مستوى مهما كانت الأخطاء التحكيمية ولا معناها مباراة كين هكاية مفروض تكون حفلة معناها فيها فرجة وفيها كرة. يعني شو ثاني ملعب ده شيء ملعبناش كرة بكل شو ثاني، دونك للأسف هذيك حال كورتنا شويه ونقف نلعب شويه وقت اثرت على اكيد اثرت ما كملتش المباراه ما كملتش، دونك هذيك حال الكره معناها يلزمنا نلقاو حلول جذريه باش نوقفوا هالطير هذايا سينو ما عادش تما كره في تونس. اللي ما هزش تيترويت ما يعرفش معناها الماتشات اللي كيف نادهم الصعب نتاعهم وثقلهم على المونتال وعلى لي موسكل معناها بعد، دونك معناها الاولاد اليوم عداوا مقابله اللي تلمو امبورطونت لبقيه المشوار، وبعد خاطر هذيه هي اللي باش ترتحنا. دونك اللي قاموا به اليوم الاولاد معناها قاموا بمقابله ممتازه ممتازه جدا. الجماهير اللي جات اليوم ناديو من الانتصار هذا بالنسبه للميساج تاعي انا فما شكون ترشح عليا الجماهير اللي ترشح عليا برشا ان شاء الله قدرت ربي معناتها رديه والغش نتاعو يتنحى وقدرت ربي. لا لا مش الوالد معناتها هذا ما نحبش نسمي خاطر مشيش يزيد ترش عليا اكثر، مي يعني قلت لك معناتها الميساج هذا اللي هو راني نحبه برشا وقدرت ربي معناتها ما يرمينك الخير. بعد انتهاء المقابله واحد من ملتقطي الكره كان اتهم لاعب الترجي سامح الدربالي بالاعتداء عليه بالعنف. كيما تعرض سامح الدربالي بدوره للاعتداء بالعنف من قبل احد الاحبه. بعد الماتش ضربني بوني. انت شو عملت؟ انا ما عملت حتى شيء يعني قاعد هيك يا اخي راه كان بوني جين. بعد مشيت للفيستير سامح الدربالي. مشيت له شو قال؟ هو كلموني مسؤول شلون جاني قال لي سامحني. وعطاني كورة. يعني كورة وعطاني المريول وانا كبست نحس على ذا. انا كبست نحس على ذا رجلي ضربني بكف. هذا اللي جيت نحس على توش ودبوسه ما رميت شيء يعني جيت نحس على هذا اللي ضربني بكف. فرحان مع اصحابي نفرح جاء للفستير يبكي غير راه سامح دزني ما شفتوش بالكل والله العظيم ما شفتوش، اعطيته المريول واعطيته كوره قلت له اخويا سامحنا كان صارت حاجه ما والله العظيم ما صار حتى شيء. سي احمد البيلي مرحبا بك في بلاتو الاحد الرياض. مرحبا بك مرحبا بجميع المستمعين. ما نصوركش فرحان مباراة متوقفة في المستير. والله صحيح
وصالة عن نفسي ونائب على حبال اتحاد المنسيري ومساترية ككل معنا الناس في المشاهد اللي صارت نهارة الماتش. وخنقول لك معنا ماش من عوايد للجمهور اتحاد المنسيري. جمهور اتحاد المنسيري معنا ممكن من 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 أسباب نجاح المنتخب الوطني ولقيناه في روسيا اليوم كان له فضل كبير ياسر. صحيح نعرف وقت اللي تشنجت الأجواء في رادس معنا احتضن جمهور اتحاد المنسيري فريق قومي يساندوا حتى في أصعب الأوقات. ولكن بكل صراحة معنا أنا حتى في تصريحي ممكن كنت حاد شوية مع الجمهور متاعنا اللي قلت ممكن كما صارش هذا كل كنت متأكد باش نرجعوا في اللقاء ومتأكد حتى نربحوا اللقاء لأن برمي ميتو معناتها موريناش الوجه اللي 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 معناها مستنسين نشوفوه سيرتو في لاعب كيما حسن المسعدي اللي مازال ما دخلش في الماتش ولا رفيق كابو. ولكن خلينا نقول لك خويا رازي جمهور اتحاد المنسيري صار لنا ماتش جمعه على قبلها مع مع النادي البنزرتي مع النادي الرياضي الصفاقسي والرهان كان اكبر من الماتش هذا. علاش؟ لان الاولويه اللي حطيتها الهيئه المديره الكيس بالطبع معنا الاولويه اللي حطيناها كهيئه مديره هو بدرجه اولى الكاس ماشي حتى للنهائي واللي ملا الحروز على كاس تونس. خسرنا الماتش ولكن شفنا تحكيم نزيه شفنا وانه حتى البونتو في اخر دقائق وبرشا كلام على الكفران ومش كفران ولكن طيلة الماتش معناها يخلي المواطن العادي والمتفرج العادي يقول تحكيم سيرتو من المدرب من وليد جريدي واللي زاسيستون تاعو كان نزيه مع زوج فرق وقبلنا الخسارة وحيينا النادي الصفاقسي وجمهورها فرحت مع اللاعبين بتاعها وروحنا على رواحنا وبالعكس معناها اللي صار هو التراكمات اللي صارت في ماتش الليم تاع الترجي الرياضي التونسي واللي كان معناها بصراحة كنا ننبهوا من الطاقم اللي باش يسير المباراه هذه. علاش؟ لاني بعد مباراه الالي مع الترجي الرياضي التونسي كنا قدمنا شكوى رسميه للجامعه التونسيه كره القدم واتصلت حتى انا بسيد رئيس الجامعه وقلت له رانا عملنا شكايه لان المردود نتاع جلال السحباني في الوقت هذاك فما تقريبا 11 خطا قاتل ما في ذلك فما هدف تسجل ما تحسبش ضربه جزاء فيها ما يتقال ضربه جزاء مؤكده لاتحاد المنسيري دونك وعطينا قرص معنا سي دي فيه ال 14 البوان هذيا وتمنينا حتى وان هيئه التحكيم تعيط للسحباني وما تسلوا على الاخطاء الفاتحه هذيا لا صار الكونفوكاسيون نتاع الاربيتر هذا ولا ليزاسيستون تاعو بل بالعكس بعد ثلاثه ماتشات يعاود يتعين. دونك اليوم تجي تلقى نفس الشيء يصير عليك في مباراه ترجي اتحاد المنسيري مع ديزاسيستون اللي ما كانوش في المستوى ما همش نفس الليج معناها برشا كلام يتقال عليهم ممكن معناها انتم دخلتوا المباراة بخلفية مباراة الذهب نجم تقول ولكن هذا معناها ما يخلينيش نقول وأن الترجي الرياضي التونسي ما استحقتش الربح نتاعها البارحة الأولى معناها بكل روح رياضية كانت متمركزة على الميدان كانت كونسونتري على الماتش من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى. جمهور الترجي الرياضي التونسي جاء فرحنا به ونعرفوا مدى العلاقة بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد المنسيري منذ الاستقلال معناها كي نقول لك الحبيب بورقيبه نقول لك الحبيب بورقيبه نقول لك شاد لزويتن نقول لك عائله بن جنات ملعب مصطفى بن جنات احفاده اليوم دي ديريجون في الترجي الرياضي التونسي شكيب بوسلامه مستيري ديريجون في الترجي الرياضي التونسي وعلاقتي احنا كهيئه مديره بجميع الفرق معناها ما نقصوش من قيمه الربح نتاع الترجي التونسي والا الكاس نتاع الترجي التونسي ولكن العبد كي يخطا كي سوسوا اربيتر ولا اسيستون يلزمو يتعاقب يلزمو يتحاسب معناها يلزمو لكن رينا زاد التحكيم هذاك طبعا رايك انت وتحمل فيه مسؤوليتك وطبعا ثم احتجاج على التحكيم لكن رينا حتى واحد من الجمهور هبط وحاول يعتدي على دربيلي لا 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 هذا بعد ما في الماتش كل شيء انا حبيت نقول لك شو وين توصل شو وين توصل برا حتى بعد ما في الماتش دربيلي شو وين وصلت الحكايه معني فهمت هذاك براتيكمون يقرب للوليد راماسور ديبال بعد ما في الماتش ما شفتش الحقيقة ولكن ما فماش علاش ما صدقش راسل دوبار اللي ما صارش مناوشات ممكن دربالي ما قصدش باش ضرب ولا ضرب ينجم هذا يصير لكن هذا فما حرمة الميدان زادة وفما هكا ولا الماتش وفاء تصور كان صارت على ملاعبي من المستير في رادس فما عائلة اللاعب هذا هبطوا حتى من الجرادان الوليد الصغير هذا وتلمت به المسؤولين وكنت شاهد وانه حتى من عائلته جاوا وشافوه وكانوا معناها متنرفزين برشا هدينا الوضع شوية بعد معناها ما قصرش لاعب ترجي وعطاه الكره وخذا بخاطره وتفضل كان صارت ندوا بها احنا زاد كان صارت الحكايه ما نكونش قاطع احنا بدنا ندوا بها مش معقول زاد انه ملاعب يتصرف هكا مع الفل الصغير
خذينا احنا لمحالة فل وخذينا بارك الله فيكم انتم وصلتوا الصوت ولكن ما نتصورش ما نسمحوش مع لقطات كيما هذه بالعكس معناها يلزم لعبة يكونوا قدوة لكن الوليدات الصغار هذوكم ما نتصورش الحقيقة باش ولاد صغير باش يتبلها على اللاعب سامح دربالي وممكن سوتا فاهم ممكن الصغير معناها حس ممكن وانه معناها سامح تعدى عليه سامح يقول لك لا انا ما شفتش بكل صراحة ولكن كما قلت لك معناها حتى ترجي مبروك عليه ربحت ماتش وفعل ماتش وكما صرحت معناها ومازلت نتأسفوا على اللي صار شنو هي الخطوة القادمة تو خذ ثم بلاغ هبطوه اليوم بلاغ من الاتحاد المنستيري فيه الكلام اللي قلته انت تو تقريبا ملخص في البلاغ هذا شنو هي الخطوة القادمة بالنسبة للاتحاد المنستيري والله الاتحاد المنستيري باش نعاودوا نراسلوا هيئة التحكيم على المردود سيرتو نتاع لي ديز اسيستون فما هدف معناتها من بعد حتى نشوفوه سجل الاتحاد المنستيري مزادة بكل صراحة معناها علاش الاربيتر من الليغ نتاع قابس الاسيستون يجي من القروان واسيستون اخر من صفاقس معناها هذه نادرا ونشوفناها دوين دو دو علاش بالذات ما طشنا في اللالي نظلموا بالفاسون هذيك وما يقعش حتى الكونفوكاسيون داربيتر وقت اللي تونس كل حكيت عليه الماتش وهذا ما يمنعش ظلمنا في برشا ماتشات ظلمنا في سوسا وليد ليشي مارك هدف الشرعي وتنحى ولكن شفنا نزاهة الطاقم التحكيم ظلمنا في سوسا المرة هذه معناها شفتوا انه طاقم التحكيم حسب رايكم انتوما كان غير نزيه هذا اللي خلى الشيء اللي سي لي دوز اسيستون جانسيست بيان على لي دوز اسيستون الحكم بلوز موا معناها حتى الاخطاء نتاعه فماش سؤال من البلاتو فامي ولا مراد والله ممكن نسلسل سيدي احمد وحكيها ما نشكوش في 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 معناها اخلاق وقيمه جمهور المستير في المستير ويحبوا برشا الكره في المستير احسن الجماهير بالحقيقه ما جوش ثم حادثه صارت سيدي احمد راه الناس كون نتذكروها عمد تحت المستير ما عندهاش برشا في 2015 في افريل صارت احداث شبه هكا لانه كانت فيها اكثر خطوره وقت ضرب عون حمايه نتذكروا بقضيب حديد وقتها بط على راسه عقبتها الرابطه وقت عقبت بثلاثه مقابلات من وقت الاتحاد المنصري وقتها في وضعيه حرجه وكان تحرم الجماهير نتاعو وعكس عكس على النتائج هل ترى انت الحادثه اللي صارت هذه واكيد نتصور ان ثم عقوبات باش تكون من الرابطه ومش تحرم الاتحاد المنستيري من جمهوره هذا ينجم ياثر على بقيه الموسم لانه الاتحاد في 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 معناها في وضعيه ترتيب محترمه لكن يلعب نجم المركز الثالث يلعب نجم المركز الثاني هذا ينجم ياثر هو شوف ممكن حتى تصريحي مع الاحبه كنت قاسي علاش لاني نحط الوضع اللي مثلا احنا كيما بنزرت ولا كيما من الفرق المعنيه من سقوط ولكن الحمد لله معنا الفازة لي تقريبا فات براتيكمون الاتحاد المنستيري بدينا نخمو في عام الجاي اليوم اذا كان احنا ما زلنا معنيين بسقوط بدرجه معناها كبيره برش ناكد لك اليوم يكون انزلاق جمعيه الاتحاد المنستيري الى ما لا يحمد عقبه علاش لانه باش تولي الجوار ديجا اي سون توشي بعد الماتش معناها الجوار دخلوا في هستيريا نتاع عدم معناها ثقه كبيره نتاع الجمهور اللي كانت عندهم بدات تطيح المشاهد هذيك يقعدوا ديما كريسبي خايفين لا تتعاود لهم في كسوا في البلاد ولا في الستاد دونك ندخلوا في ثنيه خايبه برشا من لطف الله ومن الحمد لله الاتحاد المنستيري قام معناها بديبيت سيزون معناها محترمه جدا والحمد لله والحمد لله وانه اليوم قاعدين نخموا في مستقبل الاتحاد المنستيري وهذا ما يعنيش وان معناها تشوفوا حتى البيان نتاعنا نتاع الاتحاد المنستيري رحنا كي نغلط نقولوا رحنا غلطنا كي جمهورنا يغلط نقولوا رحنا غلط الجمهور نتاعنا ونقولوا راهي كيما استدعينا هيئه الاحبه البارح واستدعينا هيئه التنظيم وجلسنا معاهم وحثيناهم باش يزيدوا يحكيوا مع الجمهور ويزيدوا يأطروا الجمهور ولكن اليوم تسمع معناها وانه تراكمات صارت معناها كبيره برشا ما نقولهاش تفاسير غير انه العبد يجي للستاد ساعات يتصرف تصرف ذاك اللي حاجه غريبه برشا علينا خاصه انا بعد رجوعي للفريق تاع المنستيري تقريبا الجمعيه الوحيده اللي في تونس معناها عامله دو كارت دابونمون كيما معناها دابونمون عندنا لي رونسينمون كلها على حبانا نعملوا لهم دي بريفيليج باش يدخلوا ومعناها في كل براتيكمون باب نتاع ستاد فما اباري اذا شعلت خضراء يدخل المحب اذا شعلت حمراء وعندنا تقريبا 29 محب ممنوع عليهم دخول الملعب هذوما ديجا شديناهم قبل في كيس معناها كيس سوا معناها امور اخلاقيه او معناها تجاوزات لا رياضيه ومنعناهم من دخول الملعب وفي شيء عندنا وكل واحد فيهم يعمل مرحله نتاع اربع خمسه ماتشات ويجي يعتذر نمكنوه من فرص اخرى يعاود فرصته ما عادش يدخل العام هذاك الكل هذا حتى قبل هذا عندنا عامين نعملوا به ولكن اليوم
اللي صار البارحة الأولى كان لنا حاجة معناها من غير متوقعة بكل صراحة، واللي احنا بيدنا ما عرفناش جمهورنا فيها. أنا أول مرة نمشي حتى للجمهور باش نكلمه معناها احنا نقولوا السيد يحفظ إليه وقاس عليه، نقولوا هذه فلتت وكهو خاطر معناها بالحق جماهير الاتحاد المونستيري معناها عودتنا بحاجات مخير برشا من هكا. لكن أنا توا نحب نحكي معك في حاجة أخرى، أنت توا حكيت على التحكيم، هل أنت توا ماكل اللي موجود تو حكيت المنظومه ومش منظومه؟ ها ثم صوره خلينا نوريها لك النجم ناخذوها. هل احمد البلي يعطينا تعليق هذه التصويره؟ يقول لي انت وسي رضا شرف الدين وسي مصف خميخم في المونستير تلاقيتوا الجمعه الاخرى، هذه تقول صوره نتاع المخابرات الروسيه مثلا هكا خرج تصويره من اول تاع شرف الدين ومصف خميخم كاولك كان معاهم زيد سي البلي. انت زيد معناها هذه صارت بعد مباراه النادي الاهلي فما حلف ولا كنت انت استصدت ولا شوف ولا ربما انت بيدك انا مانيش انا مانيش تؤمن انه ثم منظومه يزمك تحاربها. شوف شوف انا انهزمت ماتش النادي الاهلي الصفاقسي، انهزمت البارح وكنت نددت معناها بالمستوى نتاع ليزاسيستون. مانيش اليوم باش نجي نقول منظومه فاسده ومنظومه وجامعه وكذا وكذا، معناها كان لي لقاء صحيح مع سي رضا شرف الدين وكان لي لقاء مع سي مصطفى خماخ، مهنيت وباركت له بعد الماتش نتاع صفاقس. صحيح سي رضا شرف الدين معناتها مشى في توجه وانه لجنه التحكيم تتنحى، كانتني مكالمه مع السيد رئيس الجامعه وطلبت منه معناتها اذا كان كثره الناس على الكلام على اللجنه ذي، يقول لي السيد رئيس الجامعه وانه معناها مازال الموسم الرياضي تقريبا شهر ولا شهرين، مازال عندنا منتخب وطني، حبيت يجلس مع جميع الرؤساء الأندية بكل صراحة فهمتني ولا ونحكي وكارت سورتابل. معناها اليوم ما احنا السيد وديع جريب باش نشكوا فيه لأنه انتخب من جميع الرؤساء، عنده موندا انتخابية، عندنا جلسة عامة في الصيف من الحوايج اللي اقترحتهم حتى على سي رضا شرف الدين وسيموز فخماخم، وأنه فما تروا كاتر زاكس نخدموا عليهم. الليغ بروفيسيونيل تاعنا في تونس ناخذ المثال الفرنساوي والمثال الإسباني، علاش ما يكونوش 10 رؤساء انديه اللي مباشرين من 36 فريق في الرابطه المحترفه يكونوا هما ممبر دي لا ليغ، وناخذوا رئيس يكون ماهوش لا تبع نادي لا حتى شيء، يكون معناها يقع انتخابه من 10 رؤساء هذوما، يكون فما كيما توا مدير قار اداري، فما تريزوري قار، فما واحد، وحتى لجنه التحكيم تنبثق على البيرو هذا دي لا ليغ، خلينا نعطيو اكثر بوفوار الليغ بروفيسيونيل نتاعنا. مش يا رسول الله كرة دخلت ولا كرة على البار ولا سيستم موفيز واحد، فما منظومة وفما وفما وفما، خلي الجامعة تغزر الحوايج كبار، خلي الجامعة ما توفقش برشا سي رضا شرف الدين على حكاية المنظومة. أنا مش ما نوفقش لأنه سامبلومون قلت لك اليوم أنا هاني ظلمت، باش نجي نحكي على منظومة، خلينا نصلح الصحيح، خلينا نغزر القدام بالحق. نجي في الجلسة العامة نقترحوا الشيء هذا، نقترحوا كيف مثلا نبار حتى الجانب التحكيمي اللي هو جزء من الحوايج الكبار والمعضلة الكبيرة. التمويل الجمعيات معناتها شنو رؤساء الانديه ولا معناها عندك مقترحات فما تصورات معنا ذاش حكيت مع سيري ذاش حكينا مع 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 سي المنصف ولكن معناها نبادرهم الموقف نتاعهم في العديد من ليزاربيتر اللي بكل صراحه معناها مردودهم معناها ما يكونش في المستوى بالكل وما يقعش معناها العقاب معاهم ما يقعش حتى استدعائهم الا ما تصير ضجه عالميه كبيره. علاش لا نعطيك انا حاجه بسيطه ياسر، قداش تكلف الليغ نتاع الرابطه الوطنيه باش تحط كات كاميرا بار ماتش، كل جمعيه تلعب في ميدانها تامرها باش تعمل لها معناها فيزوناج تاع كات كاميرا بار ماتش، وحتى مراقب المباراه تصير لجنه نهار الاثنين فيها مراقبين. ماذا بينا احنا بيدنا خاطر احنا بيدنا عنا نقطه كاميرا احنا مثلا قاعد ننقل المباراه نتاعي اللي ماتش ميكول الماتش اللي نلعبهم، معناها المصور كلفني 150 دينار باش يعمل لي كاميرا، حط كات كاميرا 600 دينار بار ماتش. لا لا سيبك غالط سي احمد، كات كاميرا اون ديريكت. لا لا مش ديريكت، لا لا مش ديريكت، لا يسجل وحده لا 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 تزهر الليك وتعيط للمراقبين باش يشوفوا الفيلم باش كيف عنده سيبور، هو عنده سيبور منه تعليمي تثقيفي بلي اكبر الانديه اليوم اللي عندها 12 و15 و20 مليار ماهيش قاعده تخلص في الحي الرياضي في راتس كلامي صحيح ولا لا؟ انت توا ليه معناها الترجي والنادي الافريقي باش نسميوه موجود معناها انت توا تقول لي باش نعملوا انستالاسيون تاع كات كاميرا مش مبلغ تاع مش انستالاسيون فما مصور انا نعطيك انا مثلا نلعب ماتش اميكال هاب شو نقول لك
مصور هو يقول لك معناها ان يدعم التقرير نتاع انت تقرير مراقب شي يقول تقرير مراقب بنجم يقول في دقيقه 63 93 صار صدام خطا من المراقب ولا خطا من كذا ما عنده حتى سيبور صحيح كلامه مش صحيح سافوار اليوم يقول لك تقرير امني صار كذا كذا مختلف مع تقرير الليك انا صار لي تقرير في قروان وانا صارت عليه برشا ضجه تقارير مختلفة على تقارير هذا قاب قوسين وليد الهيشري صبح مطالب معناها اللي صار كله وجلال ما نقول لكم على البريس كله وليد الهيشري هو اللي شعل الشيء هذاك اللي من بعد والحمد لله تفادينا بعض التقارير وكذا معناها اليوم انا نعطيك كي نلعب ماتش اميكال يكلفني 150 دينار تجيب واحد يصور الماتش كات كاميرا دو كاتر كوا صافي 600 دينار 600 دينار بور ان ماتش بروفيسيونيل في الليغون قداش نلعبوا سبع ماتشات في الجمعه 7000 دينار باش من بعد نلقاو سيبور منه تثقيفي منه تحسيسي منه نتعلموا به حتى جورجيت عمل مش واضح مقترح به ونجموا حتى نطوروه اكثر حتى مع مؤسسه التلفزه اللي احنا بيدنا نحبوا نطوروا تصويرنا على مستوى التلفزي تو نشوفوا معناه بالحق لازم اكثر كاميرات ثم صعوبات حتى في الموفير نلقى برشا صعوبات ساعات في تحديد معناها اللقطات الواحد به يزي تو مع سيد احمد كلمه على المباراه شو نجم نقولوا على المباراه هاي والله ولو انها توقفت في كلمه كابتن شو في كلمه المباراه ما اللي تقال على هوامش المباراه اكثر من المباراه هو اثر على المباراه هاي. اثر على المباراه خلينا نقول ان الترجي التونسي بالرغم الغيابات الكبيره وخاصه على مستوى لاكس معنا سنترال ونعرفوا احنا هجوم الكليب الاتحاد الرياضي المنستر